حتى انه خاف لا يكون ده الشيطان بيلعبه. فلما حكى قصته الى خديجة رضي الله عنها بفطنتها الفطرية قالت له أيمكن إذا جاءك أن تقول لي؟ فقال نعم. فلما جاء الوحي جاء يا خديجة. فلما قال جاء يا خديجة جلست على ركبته قالت له أتراه؟ قال نعم. فراحت كشف صدره وسؤال على الخمار بتاعه قالت له أتراه؟ قال لا. قالت إنه ملك وليس شيطان. ضحك على خديج علشان ياخد القرشين وابوها ما كانش مواب راحت سايه كاسين وكانت افخس خديج هي اكبر برهان على اللي بيشوف مالك ومش شيطان هفة طق في دماغ يا من نبع الاوباش لما في مكة رفضوه وقالوا له انت بكاش بيقول جبريل الجاد ونزل وحي عليه نزلت المية بصورة يا محمد يا ابن ابي